ينقل أحد الخطباء يقول أنه أنا في ليلة من الليالي ليلة عاشوراء أنا دا أروح من مجلس إلى مجلس ثاني وإذا بهذا الرجل اللي كانت معروف عنه بعض القضايا يأخذني ويقول وين؟ قلت أنا عندي مجلس قال أنه ما تقرأ لي مجلس هذه الليلة ليلة عاشوراء قلت له في الواقع أنا عندي مجلس آخر وأنا مستعجل قال أنه لحظات فقط تقرأ لي فد قراية قلت له وأين الجمهور وأين المستمعون لمن أقرأ قال إلي أنا مو إنسان أنا مو موالي إلي أقرأ لي فيقول قلت له أنه وأين المنبر يقول فجأة رأيت انحنى واتخذ وضع السجود واعتمد على يديه ورجليه قال أنا المنبر أصعد على ظهري وقرأ يقول أنا مشفت أنه لابد يعني ماكو بعد ما خلى لي عذر قعدت على ظهره وقلت كلمات قلت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا مظلوم وقرأت عدة كلمات مختصرة يقول فهو أخذ يجهش بالبكاء في تلك الليلة ليلة عاشوراء معلومة كملت بسرعة ورحت على طريقي يقول بعد 3 أيام واحد شافني من فضلاء النجف قال إن فلانا مات وأنا شفت حول رؤيا البارحة ما أعلم شنو معناها قلت له شنو الرؤيا يقول أنا البارحة في المنام رأيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف في الأيوان وإذا بجنازة تأتي إلى الداخل يطوفونها حول ذلك القبر المبارك بعدين يريدون أن يدفنوها في داخل الصحن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فتوجه أمير المؤمنين إلى أولئك اللي يحملون الجنازة قال طلعوا هذا برا يقول رادوا يطلعوا وإذا بي أرى سيد الشهداء صلوات الله عليه يدخل مسرعا ويأتي إلى أمير المؤمنين ويسلم عليه ويقول له يا أبه إذن بدفن هذا الرجل إلى جوارك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى سيد الشهداء وقال له هذا الرجل تعلم أنه كان في حياته إلى بعض الذنوب بعض الآثام ما إلى لياقة أن يدفن في هذا المكان فتقدم سيد الشهداء خطوة إلى أمير المؤمنين وقال له هل يمكن يا أبه أن يحرق منبرك بالنار لأن هذا معناه أنه ينقل إلى مكان آخر بعيد عنهم فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا أدفنوه هنا فدفنوه في ذلك المكان وأنا ما أعلم يعني شنو هل يليق يعني شنو هذه القطعة شنو هذه القضية يعني شنو المنبر يقول فبكى هذا الخطيب بكاء مرا وقال إن هذه الرؤيا رؤيا صادقة هذا الرجل في لحظات كان منبرا لسيد الشهداء وهذه اللحظات هي التي نجته بشفاعة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من عذاب النار ومن عذاب الآخرة أن هذه المجالس شفيعة لنا في ذلك اليوم